بيطلق عليه شاعر الفطرين؟ مين بيطلق عليه شاعر الفطرين؟ خليل من الرب السيف والقلم سامي يخليك زكا خال زكا خال لا انا مش بخيل والله بس جاي اسمع الراجل ودكتور نبيل فمش عايز اخد وقت حد يعني بس ده الموضوع. طيب قصيدة بعنوان انا مش حافظ شغل كتير ليا بس هكرره يعني القصيدة بعنوان صوت الكمان. لو عشت ريدك في الوطن انا كنت الغيت الرحيل. لو عشت ريدك في الوطن انا كنت الغيت الرحيل سبت السفر ورميت تذاكر غربتي وحضنت ريدك وابتساماتك هناك. كانت كفاية الغربة في عينيك في خلجات أنوستك في الرزانة الحلوة في صوت الكمان. كنت بنساه السفر وارحل معاك. كنت لونت الحروف وفرشت ليك ديوان شعر ونحدت ليك تمثال عقيق ونثرت فيك أجمل عطر ومشيت معاك مش وارداك باقي الدقائق الباقية من باقي العمر. ومشيت معاك مش وارداك باقي الدقايق الباقية من باقي العمر. لكن قدر يا هو القدر أصل القدر مزروع شتل جوا العيون نازل علينا شقا وهنا. انت وانا انت وانا نتلاقى في الغربة اللي بتهرس عمرنا سايبين ورانا وطن جريح شايلين هموم أماتنا وأحبابنا الحنان. انت وانا هاجرين وطننا اللي انحنى وناس النيل هناك في النجع في وسط الهجير عايشين حياتهم في الضم. حتى الجناح حتى الجناح ما عاد جناح طال السفر الريش فتى الغربة صارت غربتين غربة وطن والغربة فيه والتانية أقسم من الضم. وشوقي للنيل اللي بغني معانا أحلى الذكريات وشوقي للوطن البلملم ريدنا من بعد الشتات وشوقي للمرسل بيسقيني الحنان وشوقي ليك وشوقي يا صوت الكمان. دي قصيدة عايزينها مين؟ خليك يا فيصل مين؟